السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، يعطيكم الصحة والعافية. طبعا الآن معانا جلسة مذاكرة وسوالف حق تسليم مقرر الشبكات. الآن راح ينضم لنا حبيب إلى هذا الجلسة. خلنا نسمح له بالانضمام. حياكم الله حبيب، مساك الله بالخير حبيب. كالعادة. هلا والله حبيب، السلام عليكم. اهلين، السلام ورحمه الله، حياك الله. بخير، شو اخبارك؟ شو مسوي؟ طيب الحمد لله تمام، يعطيك الصحه والعافيه والجدوه. طيب يا طويل العمر السلام، الان انتوا قاعدين ترجعون اللي هو مقرر الـ اتوقع اسمه الشبكات اللاسلكيه، ليس كذلك؟ الشبكات اللاسلكيه. سلام سلام. طيب الان لو راح نراجع الاشياء اللي الشباب قاعد يشتغلوا عليها. يا شباب قبل ما نبدا بس ابي البرزنتيشن. اي برزنتيشن هذا يبي مراجع فيها ولا ما يبي؟ والله انا اللي اتوقع ان البرزنتيشن ما يحتاج الى مراجع. ما يحتاج يعني ما يحتاج، بس ما ادري اذا كان بيقول واه والله المفروض في مراجع. انا ما اعرف علميا في مراجع او لا، ولكن ما اتوقع، فالافضل ان احنا نساله. ايش رايك ونساله في العام عشان تعم الفائده؟ الشباب الله يهديهم يسالون على الخاص، ودي سلوك ليس جيد حقيقه. شنو اسمها هي الجروب مالنا؟ مشروع التخرج تقريبا، مشروع عيوب مشروع التخرج هذا هو. السلام عليكم دكتور، مساك الله بالخير، الله يعطيك الصحة والعافية. بالنسبة حق البرزنتيشن دكتور، هل تحتاج في اللي هو مراجع أو ما يحتاج يكون في مراجع؟ الله يعطيك الصحة والعافية، نحتاج الإجابة فقط. هذا الآن أرسلت له في الجروب. إن شاء الله يرد. يراجع أنه يرد. زين حلو، الان ارسل لحق الدكتور. طيب الشيء الثاني اللي ودك فيه حبيب، هذا الان هذه الامر اللي انت تفكر فيه ارسلنا اليه. طبعا هذه اللي هو البرزنتيشن انا راح اراجعه. في حد بيدخل؟ موجود، كان معي جاسم في البرولامب. هلا والله حمد، حياك محمد. دخل وين صار ماي نايم يا محمد؟ حياك الله حمد، ساك الله بالخير. ماي نايم على مشروع التقرير حق الشبكات اللاسلكية. كان معي نايم على الشبكات اللاسلكية قاعد يشتغل. وخلصت حق اللاسلكي، بس اللاسلكي ترى دخل عليه انا في ترقيم ما هو مرقم، ما ادري هل هو لا. حط الارقام في الزاوية اليمنى هو نايف، اذا ركزت عليها بتشوف الارقام في الزاوية اليمنى، موجودة الارقام في الزاوية اليمنى. في الزاوية اليمنى. ركز عليها، شوف اذا هي غلط. تمام. الحين بسألكم خلنا ندخل عليه مال عبد الله. غير دلل مشروع العرض اللي موجود في الجروب هذا اللي نعرضه بكره. الى الان هذه، ولكن انا بعدل عليه وبسوي تنسيقه افضل. عرفت شلون؟ طبعا حبيب بس ما راح يمدي لنا، بس تقريبا ما راح يمدي نشرح كله ولا يعني يكفل. والله هو 20 واحدة صج واجد، بس ما ادري، اتوقع على حسب حبيب يقول ان المطلوب اصلا 20. عرفت شلون؟ لا ربع يعني الوقت تقصد؟ ما بيكفي الوقت، احسنت، لانك انت مده العرض عندك دقيقه واحده بس. ربع ساعه اللي عارفه انا دقيقه. ربع ساعه خلاها الحين، خلاها ربع ساعه قال اخر شيء.
انا حسبت دقيقه واحده مده العرض يعني ربع وعشر حق الموقع وعشر حق المشروع. اي الله الله يعني ربع تقرير وعشر مشروع. الله الله اي هو ضايل غير كلامه هنا عجيب. احنا نشوف الوضع اذا كان الوضع بس عجلنا في الكلام حتى نخلص بسرعه. دخل يانا نايف هالشيء نايف صار خلاص بالخير. يمكن ما يسمعنا نايف. نايف أتذكر أنه عنده مشكلة في الميكروفون. ما يسمع. يسمع بس ما يقدر يتحكم. نتكلم آخر مرة. زين. عبد الله. هلا والله دلع. هلا والله حياك. الحين احنا بدني بنعرضه اللي بنعرضه لا اللي بنعرضه هذه يا طول العمر هذا هذا كامل الحين كامل مجتمع صح؟ اي هذا كله بس انا براجعه وبعدله وبنظمه بشكل افضل. الصور ايضا تحتاج الى تعديل اشياء هذه عرفت بنحط عشان اشوف لي عشان اشوف لي كم صفحه وكذا واتكلم عنها احنا رسلنا في الجروب متعمدين من اول من امس صح حبيب رسلها حبيب من امس كل واحد يعرف شو اللي بيتكلم عن عساس يجهز نفسه بالضبط. لانه يستلم طريقه العرض يعني عليها درجه طريقتك في الكلام طريقتك في فلازم انك تكون يارع عرفت تتكلم وانت واثق من نفسك عرفت شلون وتتكلم بكل أريحية وتعرف شو اسم القصة وش اسم موقعنا وش اسم السالفة من وليش الفايدة من وإلى آخره وتتكلم بشكل طالق يعني عرفت شلون بطلاقة عرفت يا حماد اي معك بهالشكل احنا بنعمل على ان احنا ايضا نوزع المهام زين بس الحين نبقي نشوف اول شيء اللاسلكية حبيب مو تبي نسلم اللاسلكيه انت كاتب في الجروب ان تسليم اللاسلكيه قدا صح ولا لا؟ لا بكره تغرير بكره ما بكره العرض قلت ما كتبت تسليم. عرض في اللاسلكيه نفسها؟ نبدا العرض بكره المحاضره. لحظه فهمي ارجوك انا بتكلم اترك عنك التقرير مشروع التخرج متفقين بكره خلنا الحين في اللاسلكيه سكيورتي بروتوكولز هذه امتى بنعرضها بكره ولا يوم ال ما اكد قال احنا نبدا مشروع التخرج وسالنا قال تابوا كل مشروع التخرج في يوم واحد ويوم ثاني نخلي اللاسلكيه الشباب ما اعطوا راي قال نبدا الشبكات في مشروع التخرج ونقرر بعدين هل كل شيء في محاضرته ونخليها ليوم ثاني ما يعني ما عطى خبر اكيد باللي راح يصير يعني بشوف الواقع بكره لا شك الشباب سلمت على مشروع ايه مشروع التخرج ايه مشروع التخرج بكره ان شاء الله راح يكون العار لا تسليم التسليم سلمناه خلاص من امس ايه زين لان امس اخر شيء ايه سلمناه من امس عرفت بس نبي نراجع ذا ونشوف نعرف اللي بياخذ اللي هو اللي الواحد بيتكلم عليه ايش اللي بيتكلم عليه وكذا عشان نجهز نفسنا ونشوف الاوضاع لازم نوزع المهام صحيح بس حاليا احنا خلينا نشتغل على ذي لان احتمال يكون لنا بكره التسليم عندنا هني التابل اوف كونتاكت شوف حمد لو تلاحظ الارقام مني شايفها انت خلي اكبر لك شوي عشان تشوف عادي شفت الارقام اتت الصفحات بس اوه بس راح اشوف الصفحات الثانيه شوف هني تراجع بعد تحت راح ثلاث مرتين هني هذا يبغى تركز عليهم ذيل كيف؟ ايه نزل بعد تحت لا ما بعد نخلص احنا ما خلصنا الحين التي اس او يعني لسه قاعدين يشتغلوا عليه الشباب عرفت يا حماد
يشتغلون عليه الشباب، فاحتمال انه يزيد الارقام. طيب انت حبيب الحين نشغل عليه بالضبط؟ ابي اشتغل على الاس اس اتش ازيد المحتوى حقه بس شوي. كم صفحه هو اخر واحد؟ خلص هذه صفحه خمسة. تي سي بي اي تي سي بروتوكول اضافه نايه. اها صفحه رقم 8 يا شباب، ما فيه شيء فاضي زين الحين. ايوه الحين جيد، صوت جيد. ايوه صلاة حياكم الله. وقفنا على هنين يعني اي عاد شغله على شكل جهاز وجهاز ثاني. أيه. جهاز يمكن فيه مشكلة. اها السبيكر. اها انا اضفت الحين اللي هو التشوي بروتوكول. أيه. مع الادفانس حقها وال هو كم بروتوكول يبغى؟ هل أربعة أو ثلاثة أو ثلاثة؟ لا وأنا قالوا لي ثلاثة. إيه لا هو حبيب شي يقول؟ يقول إنه على حسب كم عدد الأشخاص اللي عندكم، بحيث إن كل واحد يتكلم عن بروتوكول. حلو؟ يعني مثلاً إحنا عدد أفرادنا أربعة، معناته إن إحنا أربع بروتوكولات. بينما مثلاً لو قلنا مجموعة مثلاً نقول إن مجموعة عبد الملك. عبد الملك أيوة. زين. عبد الملك بس هو وراشد هو وش اسمه اللي وياه قال بس اثنين انتم راشد الورثان. ايه راشد الورثان وراشد شو اسمه نسيت اسمه اللي وياه. معناها كلنا بناخذ نفس البروتوكولات يعني ما هي فرق كثير راح تتكرر البروتوكولات يعني كلام واحد يكون ناس واحد تتكرر اكيد بس اهم شيء المحتوى بنفس اهم شيء المحتوى مختلف يعني على اي حال كل واحد راح يتكلم عن بروتوكول منه يعني خلاص مثلا حمد ياخذ بروتوكول انا اخذ بروتوكول حبيب ياخذ بروتوكول انت يا نايف نفسك تاخذ بروتوكول بحيث انك تتكلم عن في البرزنتيشن زين يا سلام عليك اي فبهالشكل هو معين الدكتور حلوه شبيبه عليك اي فالان الامور بالنسبه لكم طيبه حمد ونايف الامور طيبه كم عدد البروتوكولات طيب حاليا البروتوكولات اربعه اللي هو الاس اس اتش والتي سي بي وبعد الاس اتش والتي سي بي انا الحين قاعد اشوف ان يا نضيف الاي دي اللي هو البروتوكول ونضيف نحط على الاي بي سيك يعني نكرر الاي بي سيك واجد فممكن نحط الاي بي سيك ولا ايش رايك يا حبيب؟ كيف؟ الاي بي سيك موجود الاي بي سيك شنه؟ اي بس مثلا نزيد نخلي صفحتين نزيد المحتوى شوي عليه بسيطة الاي بي هذا اللي حاطط عليه عبد الله الحين اضيف لك عليه اها عندنا الاي بي الحين اضيف لك عليه الاي بي سك وعندنا اللي هو تي سي بي وعندنا اللي هو الاخر واحد اللي هو الاس اس اتش الحين ثلاثة اللي نضيفهم صح؟ خلنا نضيف اليو دي بي نضيف اليو دي بي اليو دي بي سهل عرفتوا لا اليو دي بي اتوقع هو ما يعتبر امن لان التي سي بي هو الامن اظن ولا العكس ما ادري انا قلت التي سي بي انا اتوقع التي سي بي هو الامن انا عارف منين هو امنين يعني بس كل واحد له استخدامه يعني اليو دي بي استخدمه مثلا عندك اللي هو يوتيوب في البث المباشر رائع اليو دي بي امن اكيد يعني وايضا الاتش تي تي بي اذا ودكم ممكن HTTPS عبد الله اي هلا هذا حق اللاسلكية صح؟ ها؟ هذا حق اللاسلكية اي حاليا نحن نتكلم عن اللاسلكية يا حمد الحين بكره ويا بين اللاسلكية ولا المشروع؟ المشروع اللاسلكية بعدها نبدا بالمشروع ايوه الواحد بالضبط احنا المحتوى يتكلم فيه بالضبط السلام تك واحدة نخلص اللاسلكية اي مرة واحدة نخلصهم كلهم عشان نفسك يا شباب بس بيعرفوا انه يبين على المشروع
احنا بكرة اول مجموعة في المشروع بكرة. احنا اول مجموعة في المشروع صحيح. اللاسلكية الى الان ما قرر هل بكرة او عقب بكرة، الى الان ما فنكون جاهزين، لو صار بكرة خلصناها. صح تمام تمام. ايوه فبهالشكل زين. خلنا نشوف الان في بي ام مثلا. طيب طيب تحتاجون شيء من قبلنا حبيب نايف في ال لاي بي سي يلي مزايا لا خلص التغيير. في صوتك ضعيف نايف، احنا ما نستمع لك بشكل جيد. الاي بي سي الاي بي سي اي بي سيك اي اي بي سيك يلي مزايا وعيوب ولا شلون؟ سؤال ما اسمع عادي. مزايا وعيوب، مزايا وعيوب. مزايا وعيوب والله انا نسيته حقيقه، احنا خلناه مع علي العابر. هلا بتشتغل. شوف اللي راح اضيفه. شوفه جميل. اي صفحه اضفت انت المزايا والعيوب؟ اضفت المزايا والعيوب بس نبي نضيف كيف يعمل مقدمة لها على اساس نزين صفحة شوي بسيطة. احنا نزبطها لك. اما الادفانتج هذا موجودة، حطيت هند. لا ضغطة هند ثانية. تبي كيف يعمل انت يعني بس؟ هاي بس نكتب نايف عليه. حلو جميل. شوي المحتوى صاير نازل تحت حيل يا نايف. بسيط رتبه، خلي صفحه ثانيه. ايوه خلي صفحه ثانيه. انا اضيفها الان، انا اضيفها. جميل جدا. كيف تشغيله وكيف يعمل؟ اي مثلا كيف تشغيله مثلا؟ كل المزايا والعيوب صفحة مختلفة ولا شو رأيكم؟ المزايا والعيوب تكون بحالها، المزايا والعيوب تكون بحالها مثلا في صفحة ثانية، يكون في صفحة الحال أساس أساس يمكن نوصل 10 صفحات على الأقل، بس ما يكون. أي بالضبط. كيف يعمل تفاصيله تكون في صفحة مثلا. أهلا عليك الكلام. راتني رايك. يلا صحة وعافية الشيشة. وراء عافية. يلا بعد الهدى. وراء عافية الشيشة. وراها مزاج مزاج. ايوه شوف هذه اللي نقول بسم الله. انا معك ان شاء الله تستاهل. هذه هي بسم الله. طيب يا شبيبة الآن هذا وهذا وهذه
أوقفها كلها. إيه خليت كل واحد بحالها. إيه الثانية أوقف ال. جميل جدا. هل نحتاج مراجع يا؟ هو من ثمانية كم؟ هذا شيء عشرة يا أبي مدري كم؟ يقول مراجع عشرة. خلنا نشوف أتأكد الصورة عشرة أظن كان كاتب. جميل الصورة إذا موجودة عندك رسلها. رسانسس عشرة هذا شيء. رسلها واتساب إذا موجودة عندك الصورة رسلها واتساب في المجموعة طبعا. هذي موجودة في الجروب أصلا كذا أنا. موجودة. هنشوف. راح نخلي أرسلها أنا مش مشكلة. أرسلها ما عليه مش مشكلة. أعرف شلون عشان إحنا نشيك عليها أيضا. عندك الأشياء اللي هو كتابها هل إحنا التزمنا بها؟ حبيب. وكاتب شغلته ثلاثة أمور. How it work, strength, limitation. How to work? Introduction في شو اسمه؟ Introduction. رسالته في الجروب. Introduction عامة شكل. Introduction عامة في شو اسمه؟ Security. Introduction عن Security Protocol. ما ليش ما وصلت عندي؟ ليش؟ وصلت ما؟ لا هي وصلت على الجوال. لحظة أنا شوف وصلت. افتح التسجيل. الانترودكشن عامة ما مو خاصة بشيء عامة بالسكيورتي بروتوكول عن البروتوكولات بشكل عام. اها بعدين افتح الواتساب مرة ثانية. زين التوزيع يا شباب الحين شلون؟ اساس توزيع قصدك إنه من ذي اللي بيتكلم عن شنو وإلى آخره ولا كيف؟ هي اللي بيمسك مشروع التخرج ولا شبكات السلكية؟ في الشبكات ولا في المشروع توزيع؟ مشروع. المشروع. إحنا مشكلة إن إحنا ما ننسق ذا. زين عبد الله عبد الله راح تتولى الموقع. موقع خلاص اي زيت من انا خلصت. لا تتولى الموقع تتكلم عنه. اي ما عليه ما عندكم مشكله. انت جربت الموقع ممكن يسالكم عن فانت وجربته الموقع يمكن. إيه جربنا دخلنا على الموقع شفنا حط اي مثال. عرفت طريقة التعاون إياه يمكن بعد يقول حمد يلا شلون تشفر شلون تفك التشفير مثلا ولا عرفته. وخلي بس أعطيكم معلومات عن عامة. حمد أرجوك استمع. حمد مر موجود حمد ولا طلع يا شباب؟ معك أخاف بعد بكرة يسألك أو شيء فركزوا كلنا نركز حتى انت يا حبيب حتى انت يا نايف كلنا نركز يا بعض وياك عشان ان بكره لا نتوهق يعني. عرفتوا شلون؟ بكل بساطه زين هذا هو الموقع هذا شعار الموقع هذا بهالشكل نقدر نسد القائمه ونفتحها زين نسوي لها طي او نسوي لها اكسبورت اللي هو ماد. عرفتوا شلون؟ فبهالشكل الآن هني عندنا يا طوال العمر السلامة كيف نخليها باللغة الإنجليزية نضغط عليه مباشرة يصير إنجليزي وأيضا نضغط عليه عربي على طول يصير عربي. هني عشان يتواصل إياه أحد عبر الواتساب وهني عشان نحصل على الكود من جيت هاب. زين هو تكلم عند النقطة على فكرة زين إذا أنت تذكر يا حبيب الكود شلون نحصل عليه. عرفت شلون؟ هذا هو موجود هني تضغط عليه مباشرة راح تحصل على الكود عبر الجيت هاب. اوكي هني طوال العمر السلام اجتماعات نملة التطوير زين المنصة هذه موجودة وعندنا اللي هو هني حق اللي بيتواصل يونا عبر التليجرام. واضح هذا هو بكل بساطة. هني الشفرات زين الشفرات اول شفرة سويناها احنا ما سوينا الا شفرتين تقريبا ترى بس ما مشكلة.
زين لو ان احنا جاء احد وكتاب محمد مثلا زين هني مباشره راح يشفر واضح انتبهوا على هذه النقطه الان شفر لي محمد طيب هني عندي زرين هذين الزرين لازم نفهمهم عشان لا يعني يقول لنا شيء او بشيء ويغير مزاجنا او شيء يقول لنا عرفتوا شلون ما نبغى نضايق بكره نبغى نفرح عرفتوا شلون يا شباب فهني عندنا محو حق الناس اذا ضغطت على هذه راح يمسح الناس واضح لاحظت حمل اسمه صار واخر كل شيء واضح فالحين برجع بكتب محمد مره ثانيه فلي الاحظ شيء ثاني هني عندي التشفير مره ثانيه او على التشفير هذه في حالة تعطل العملية التشفير عملية التشفير حاطة تلقائية مباشرة أحط الكلمة يقوم إيش يسوي يقوم مباشرة يشفرها واضح ولكن في حالة إنه صار في تعطل مثلا بسبب النت أو بأي سبب ثاني أضغط على هذه وراح يشفرها واضح وضحت ذي النقطة أيوة بالضبط أحسنت يسوي لها على التشفير زين هني عندنا هذه شنو فايدته واضح واضح ولا مو واضح يا شباب دزر شو حق له واضح ايه هذه اللغه الانجليزيه ايوه كابيتال سمول احسنت اضغط عليه يصير سمول اضغط عليه يصير كابيتال واضح فيبدل لي حاله الاحرف لا اكثر ولا اقل حلو زين هني عندنا مفتاح التشفير مفتاح التشفير هني على حسب الإزاحة واضح يعني هني مفتاح التشفير هو واحد حاليا فش بيصير اللي بيصير انه بيصير بي يمكن هذا ما اخذتوها انتم بشكل جيد شفرة قيصر فشوي بتتعبون من ناحية انكم تفهمونها ولكن انا فهمكم اياها بطريقة بسيطة نوعا ما انه ازاح شوي فصار المحل الاي هو البي واضح ومحل البي هو السي وضحات والاي هنحطها طيب حطها في الاخير لاحظين في الاخير صار ترتيب الاي في الاخير واضح هذه يسمونها شفرة قيصر زين فهني لو قلنا محمد بهالشكل لو ان احنا غيرنا مفتاح التشفير حطينا ثلاثة مثلا لو تلاحظون انه بدا بدي في الترتيب بدا بدي حلو وقام ايش سوى بدل كل حرف موجود بالحرف اللي بالحرف اللي تم ازاحته واضح فبهالشكل صار فعند استخدامهم بيصير هالشكل A بيصير D والدي بيصير J G والE بيصير H والH بيصير K والM بيصير B مثلا والO بيصير R واضح فبهالشكل فبهالشكل هذا بهالشكل حصلنا عليها كيف حصلنا على هذه النتيجة حصلنا عليها بهذا النحو هذه العمليات الحسابية طيب هذه ما راح يسألكم عن بس راح يسألكم عن النسخ يمكننا زين هني عندنا شيئين في النسخ أما إن إحنا ننسخ النتيجة هذه زين فلو ضغطنا على هذه راح ينسخ لنا فقط النتيجة واضح فلو جينا إحنا نسقناها في أي محل لو تلاحظون إن أعطوني بس النتيجة زين اما الثانية راح ينسخ العملية باكملها واضح لو ضغطت عليها ورحت حطيتها في الجروب راح تلاحظون انه هو اعطاني كل التفاصيل في مشكلة شكلها لحظات بس ما ابغى نسخ العملية ولا زين شكلها في مشكلة مو بجاي ينسخ العملية يبغى لي اشوف شو المشكلة هذه عشان نعالجها واضح عموما هني ينسخ العملية بأكملها كانت تشتغل هذه واضح ونقدر نشاركها عبر واتساب طبعا نفسه أو تليجرام أو تويتر أو فيسبوك أو أي شيء واضح طبعا تحتاج مراجعة لأن ما تشتغل حاليا بس ما أدري ليش إيش السبب إيه ما تشتغل حاليا بس بنراجع أوكي شلون وتشفيرها بسيط ان شاء الله ان شاء الله يا رب متاكد منك هني يفك التشفير يا شباب طبعا لازم نحط المفتاح نفس اللي قبل شوي المفتاح اللي قبل شوي كان ثلاثة فلازم يصير ثلاثة لو تلاحظون صار محمد الحين طبعا اقدر ان انا صغره واقدر ان انا كبره عن طريق هذه اقدر ان انا انسخ ايضا العمليه بس ايضا ما تنسخ مارش القصه
وراها زين، ولكن تنسخ النتيجة، النتيجة تنسخ واضح. أيضا يتم مشاركة واتساب، مشاركة تشتغل هني على الأقل زين يا شباب. بهالشكل، وهني فصل لي العملية شلون صارت، نفس الإجراء تماما. أيضا هني عندنا شيفرة شنو، عملية السياج، عملية السياج ما تشتغل حاليا، بس عملية مونو هي اللي تشتغل زين. فهنا لو جينا حق مونو زين، حطينا مثلا محمد، حلو، لام بشفر كلمة محمد، أشفرها على حسب المفتاح اللي عندي هني، والمفتاح هني هي الأحرف الهجائية كلها بس مبدلة ومغيرة ومحطوطة بشكل مختلف، واضح. طبعا لو غيرت مفتاح التشفير راح يتغير اللي هو التشفير نفسه، واضح. هني يمكن تنسخ العملية، ما أدري، اي هني تنسخ العملية، تم نسخ العملية بنجاح زين. فلو جينا هني حطينا العملية بأكمالها، شوفوا شلون صارت الرسالة، فصل لك شلون صارت له التشفير وش اسمه صار له وبالضبط شلون وصلنا حق النتيجة. فاستجلنا عطونا ملة قيصر، اي والله عطونا خوارزمية قيصر، ففي خلل شوي، يبقى له تعديل شوي، ما راجعت من ذلك، ما سويت له تستنج عدل. وضحت يا شباب؟ تمام. ايه فبهالشكل زين. هني لو بسوي له فك تشفير، طبعا لازم يكون نفس المفتاح، اقول له فك تشفير واجي حط له هذه زين. طبعا نشوفها هني جاري فك التشفير، ما فك التشفير، اضغط عليه مرة ثانية وفكه، واضح. طبعا ما راح يفك عدل، ليش؟ لان مفتاح التشفير مختلف، لازم اخذ نفس مفتاح التشفير نفسه زين، اللي نسخته انا قبل شوي، هذا هو. شوف الان صار محمد، ملاحظين يا شباب؟ مضبوط. اي انت فاهم علي يا حبيب صح؟ اي عارف نجربها كذا مره. اي حلو جميل. فهني هذا هو بسيط، شلون؟ بسيط ان شاء الله، بسيط ها؟ اي كل شيء واضح. عبد الله كم تحتاج وقت بكره؟ اي كل شيء واضح يا اخوان، موضح كل شيء عبد الله فيه. اي تقريبا كل شيء واضح. خلاص. كم تحتاج وقت بكره على اساس تتكلم عن الموقع؟ والله ما ادري، يمكن 3 دقائق بس. 3 دقائق كافي توقع؟ لا ما اتوقع، الكلام اللي قلته الحين اخذنا 10 دقائق. صحيح. أنا ما خلصت الكلام، ما 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 خلصت الكلام لحد الحين، يعني عندنا بعد الشفرات هني مثلا تتكلم عن نذير القوام، تتكلم عن حوالينا ايش فيها والتغارير ايش فيها، المفاتيح اللي تحت ايش فيها. اها انا مستغرب، ما ادري الموقع طاير مفتوح، هو حط 10 دقائق من المشروع. انا فهمت ليش الموقع مضروب، مثلا النت شوي صاير سيء. انا مساء قال اتهم الموقع انه مو بزين، راح ارسل النت صاير. خليني اشوف الحين شباب تشوفون؟ لا كان موقف المؤشر ما يتحرك. ايوه الان تشوفون شباب؟ تسمعون صوتي يا شباب؟ نسمع الصوت بس ما في حركة. الآن بدأ يتحرك. خليني أوقف اللي هو المشاركة وأشارك مرة ثانية. زين. شوفون الآن صح؟ شوفون يا شباب. نشوف شاشتك، نشوفها الان. جميل جدا. فهني عندنا ايضا الشفرات، هذه الشفرات اللي سهلين اتوقع، يعني هني حطينا بعض التفاصيل عن شفرة قيصر، وطبعا لها مرجع، انا ما ادري لهم مرجع ولا لا، بس يقول نحط لهم مراجع، ما ادري يمكن يركز على هذه النقطة. عندنا هني في مرجع بس ما عارفه، بس تعطيني اياه يا حبيب هذا المرجع زين. كم رقمه؟
ثلاثة خلاص ناخذ رقم ثلاثة في التقرير. ناخذ رقم ثلاثة نفسه في التقرير. جميل. إيه مو الفابت أتأكد منه ماش. زين طبعا كذي يكون إنجليزي ما أعرف بخلنا بنعرضها بالإنجليزي ولا بالعربي ما بعرف. زين فبهالشكل. بعرف من اللي قليل لأن بعضهم يعرفون إنجليزي قال عادي حتى تكون ورقة في شيء تكلمون أنا عادي عربي. هني مثلا عندنا دي يمكننا تحتاج ترجمة. بداية التطوير وتاريخ التسليم. زين هني طبعا حطينا الأباوت أس وكتابنا متى طورنا متى بدينا ومتى خلصنا الموقع بالكامل. بدينا 31/3 وخلصنا 31/5 التفاصيل وهذه صورنا مثلا والأدوار اللي قمنا بها. زين يا شباب وعندنا طوال العمر والسلامة آخر شيء الريبورتس اللي هو التسليمات اللي سلمناها كلها متى سلمنا واضح ومتى اللي هو او اسم اللي هو التسليم. زين فلو ضغطنا هني راح تشوفها وتقدر تسوي لها داونلود. زين شغل نظيف شغل نظيف بهالشكل. طبعا التسليم اللي امس احنا سميناه اللي هو ذا فاينل ريبورت نقدر نعرضه حتى من الموقع لو احتجناه. رحمين كعرض عادي شلون خمسة هذا التايم لاين مثلا. عبد الله دلل تفضل يا حمد. أقول ما شاء الله ما شاء الله شغل جبار. السلام يا حبيبي يا غالي. بس تبينا يعني بنشوف نوزع كل اللي بيتكلم تكلم. يعني شوف أنا في الموقع ده كل شيء بسيط يعني كل شيء واضح. الناس هني إذا المنهج شباب هني منهج يساعدنا عرفت شلون؟ هذه هني المنهج اللي كانت تمشي على الكلية يا أستاذ عبد الله. عرفت شلون حطيت ما عندنا نسخة عربية ولكن هذا هو المنهج. اوكي يعني مثلا لو سأل طيب هني هذه الاشياء ذي كلها مينتيننس شفتوها مينتيننس تضغط عليها على طول تطلع لك مينتيننس. ايضا هني شوية مينتيننس زقزق اشتغل مسائل النسخة مضبوطة. هي الزقزق اشتغل شوفوها يا العادة. الحين لو كتبت محمد هي اللي بينسخ محمد الشبكة. طبعا هني لو نسخت بالانجليزي راح يجي لك بالانجليزي. والله ما طلع هم في مشكلة ما انا مستغرب يعني كان يشتغل شاش حين نسخ. زين انا عندك عندك ترى اي من النت كان من النت. الحين طبعا لو نسخته بالانجليزي المفروض ينسخ بالانجليزي اللي عارفه. اي شوفوا صار بالانجليزي ملاحظينه. زين يا شباب هذه نزل الشرح بالانجليزي كله فهمتوا شلون؟ فلو كان بالعربي بيكون بالعربي ولو كان بالانجليزي بيجي بالانجليزي وبيحط لنا التفاصيل كلها. انا ما اتذكر اذا انا شقرت مونو ولا لا ناسي والله. زين بس نجرب الحين مثلا يحتاج الى بعض الصيانة طبعا بس يلا ممتاز. زين لو جينا وحطينا مونو هذي ملات مونو والله يكتب قيصر هذا المشكلة واتوقع انه مو بسليم يعني نتائج مو بسليمة مع مونو يبقي له بعض الصيانة بس بهالشكل على اية حال على الاقل شكل كويس. يا اخي نقول بدينا فيها يعني بدينا بالثالثة احنا اي بدينا فيها بس عندنا هذي المشاكل بس يلا ما عليه خله في الصيانة كلها تكون في الصيانة بس هنا يمديك تنسخ اللي هو الريزولت الريزولت يمديك انك تنسخها وايضا هني التفاصيل مضبوطة يعني التفاصيل الموجودة هني مضبوطة 100% بس في النسخ بس واضح يا شباب. ديري لو تلاحظون صيانة كلهم صيانة اندر اللي هو مانتيننس اللي هي هذه الأداة تحت الصيانة حاليا حتى هذه لو نضغط عليها تحت الصيانة حاليا تحت الصيانة وضحت. ها
هذا بالنسبة حق الموقع. لو سألتكم عن الموقع شيء أتوقع أن احنا غطينا كل شيء. واضح؟ تمام تمام. زين الآن خلنا نتكلم عن اللي هو البرزنتيشن. نعم نتكلم عن البرزنتيشن. حبيبي تفضل اتكلم عن البرزنتيشن. هذا وجهه. ما انت شو اللي تشوفه الترتيب التقديم اذا انت انا في البرزنتيشن ما عليه بس علمنا شو اسمه بالضبط. زين يعني هنا عندنا تيبل اوف كونتاكت. طبعا هذه فيها اخطاء حبيب اللي هي الدكتور يركز حيل على اللغه. زين فهني عندنا مثلا عندنا اللي هو احيانا تلتزم بكتابه التايتل. كتابه التايتل ان اول حرف يكون كابيتال من كل كلمه, واحيانا تخليه كله بو ابر كيس. زين فراح يركز على ذا الشيء, فتروح هني تخليه تايتل. زين يعني انا كله اخذهم قص ولاصق من جسم التغرير ويكون على طول. ني وتقول له احرف كبيره, لا تقول له حرف كبير في بدايه كل كلمه, هذا يسمونه تايتل. واضح هالشكل. بس عموما انا اعدلها لك لان انا بشتغل عليه بعد شوي. زين فهذا الشيء يركز عليه الدكتور حيل. انا المشكله انسمع المراجعه ما رجعتهم كلهم بسبب ان احنا كنا في ساعه متاخره, بس ان شاء الله يقول انه ما يركز على كل شيء الدكتور ويمشيها لنا. يعني واضح يا شباب. هني ايضا عندنا نفس الشيء, عندنا التايتل نفس الشيء. زين وهني عندنا الكلوجن نفس الشيء ايضا نفس الخطا. زين هني عندنا النقاط اللي راح نتكلم عنها اللي هو التيبل اوف كونتاكت, عندنا انترودكشن اللي هو المقدمه, عندنا البروجكت اوفر فيو. اتوقع شنو هذا البروجكت اوفر فيو حبيب؟ نزلت ما برحت على التيبل كونتاكت عندي. ايوه ايش خاصك بالبروجكت اوفر فيو اللي هو لمحه عن المشروع؟ شنو المشروع ذا؟ ده مشروع خاص بفك وبتشفير, فك التشفير والتشفير لبعض الشفرات. بالضبط احسن فهمت شلون. طبعا فنقول بهالشكل يعني بكره. طبعا اذا نتذكر في البروجكت اوف ريفيو فيه بعض الاسئله حاطها شنو هي المشكله, ليش انت سويت المنصه. تقريبا حطيت انا كلها في بروجكت اوف ريفيو. اوف ريفيو يعني اذا تحصل رقم 2 ان الموقع راح يدعم اللغه العربيه والانجليزيه اللي هو المنصه, اضافه الى وجود منهج تعليمي, لان اكثر المواقع عاده ما يكون فيها منهج تعليمي, يعني بس في فك وتشفير. اها جميل جدا جميل. اخر شيء اتمنى ان تكون المنصه رائده في مساعده الطلاب والمدربين اي فهم التشفير. جميل جدا جميل. نايف حمد ممكن تختارون لكم صفحه فهمتوها تمام وتقولون لنا اياها بحيث انها خلاص تكون عندكم على طول, وبإمكانك تترجم الكلام المكتوب يعني ما تكتب يعني تحطها في ورقة وتتكلم بالجوال. إيه تحطها في ورقة وتتكلم بها. هم كم 20 صفحة يعني لو كل واحد أخذ له 7 صفحات تقريبا أو 6 صفحات الوضع بيكون كويس. وكمية الكلام قليل يعني أنا ما كثرت كلام في كل صفحة. حيك والله يا حبيبي. ثلاث نقاط بس. هني مثلا عندنا في النقاط اللي ناخذها هذه ما ابد. انت لو احنا فيه وزعوا اللي تبونه. معكم احنا احنا وياكم ما عندنا مشكله. انت انا ناخذ هذه كذا وانت يا حمد خذ هذه كذا ما عندي مشكله احنا. ايه انا افضل اللي انتم تفهمونها اكثر وتحبونها اكثر اللي انتم تتمكنوا منها اكثر. أيه. مو اللي نختار ايه اساس انت ما يكون عندك مشكله في تقديمه يعني شغله ما يكون عندك مشكله في تقديمه. صح صح يعني مثلا هني بروبلم ستيتمنت. ايه بروبلم ستيتمنت هني حبيب ممكن تفصل عنها تقول حق الشباب يعني اعتبر نفسك الحين قدام الدكتور. ما في منهج واضح خاصه مثلا وانتم جربتوها في الكليه منهج دراسي لعلم التشفير.
خاصة بالكلية لاحظناها تقريبا الحين 3 أو 4 شعب كل شعبة تدرس شيء. أحسنت. وهذا السبب من إحنا طبعا المنهج اللي أخذناه المنهج اللي درسناه في أول سمستر إحنا اللي اعتمدناه كطريقة تعليم وكمنهج في الموضوع. أحسنت. احنا نسعى يعني تقدرون تقولون نسعى ان احنا نوحد طريقة التعليم في الكلية من ناحية مقرر التشفير. مقرر التشفير التطبيقي من اهم المقررات، فالكلية جدا يعني ما بموافرة منهج موحد له. فاحنا نسعى بالمنصة انه يكون في اللي هو نقدر نقول منهج موحد، وايضا يكون في طريقة جذابة حق التعليم. واضح بهالشكل يعني، فتقدرون يعني راح يكون كأنه منهج وممارسه، هذا يمك تقدر تفك وتقوم بالتشفير وتفك التشفير. ايوه بالضبط. احسنت. زين هنا عندنا ايضا نقطه، تفضل حبيب. يقول لك هاو يو انت عليك دي المشكله كيف توفير منصه فيها منهج تعليمي وفيها ممارسه ويدعم اللغه العربيه. أحسنت. أنا بل اللغتين العربية والإنجليزية كي شباب. فبهالشكل هني عندنا اللي هو Project Impact. إيش معناته؟ من هو الأشخاص المعنيين بالمشروع كذا؟ من ذي الفئة شيء الطلاب والمدربين. أي يعني إحنا اهتمينا بفئتين يعني أكثر شيء، اللي هو بالنسبة حق المعلمين بشكل عام سواء كانوا في الكلية أو خارج الكلية، وعندنا الطلاب سواء كانوا متدربين أو طلاب من سائر الجامعات. واضح؟ فبهالشكل هني عندنا اللي هو شنو؟ البروجكت سكوب. شو القصد هني حبيب؟ نطاق المشروع. نطاق المشروع. شفر الشفرات. شو يتكون من مشروعك؟ مشروعنا الشفرات. الشفرات الشين اللي عندنا شفرات، عندنا قيصر مونو الفابت وريال فينس اللي اشتغلنا عليهم اللي قلنا القيصر والمونو الفابت. اي هذا اللي بده يشتغلوا الان في الموقع حاليا يشغل اللي هو هذه الثنتين قيصر. اضفنا ار اس اي والاي اس اي، بس مشكلتنا ما درسناهم، ما اخذناهم وقت الدراسه ذي، يعني تقريبا كل دراستنا في الشفرات القديمه. اي ايضا هذه العباره اللي قالها حبيب جدا مهمه، بحيث انه يعذرنا على ذا الشيء ان احنا ما قدرنا اصلا بسبب ضيق الوقت وبسبب هذا الامر ان احنا ما درسنا اصلا مسبقا، فلازم ان احنا نحضر له عشان ان احنا نحطه في الموقع. واضح؟ ايوه تفضل. شغلات خارج ما طبقتها في الموقع، ما سوينا تطبيق ابلكيشن على الجوال. فقط اللغة العربية والإنجليزية يدعم الموقع، ما يدعم لغة ثانية. أي صحيح. إحنا شو اسمه اللي بالضبط؟ الشيء الأول لما طبقناه إن إحنا ما سوينا هذه اللي هو الموقع نفسه، ما خلينا حق الجوال، ما خلينا أبليكيشن، حلو؟ ما خلينا التطبيق حق الجوال أبليكيشن موجود على المتجر، زين؟ لا ما سوينا الشيء. أيضاً إحنا ما دعمنا فيه إلا اللغتين فقط، العربية والإنجليزية. اكثر من كذي هنديه ما خليه ما لا ما دعمناهم، فقط دعمنا اللغه العربيه والانجليزيه. واضح يا شباب؟ حبيبي تفضل. ايش قصدك الهدف من الموقع؟ تمكين الطلاب من فهم علم التشفير والتسهيل عليهم في حصول سواء ممارسه التشفير او فهم وجود المنهج والممارسه في نفس المكان. واضح يا شباب؟ كيف عبد الله؟ واضحة ها النقطة هذه؟ كيف كيف؟ إن إحنا نبقى نسهل على الطلاب من خلال هذا الموقع، زين؟ هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية إن إحنا نبقى نجمع اللي هو المعلومات كلها اللي عن التشفير ونحطها في مكان واحد. واضح يا شباب؟ هذه النقطة اللي هني. جميل؟ هني خلينا نشوف هذه النقطة. حبيب تفضل. جهات ثانية حاولت تحل المشكلة، شنو المشاكل أو الشغلات اللي واجهوها أو تشوفها أنها وبعد لعدهم. هذا مواقع حطيت أنا 3 مواقع، الماي ماث والبلاند كال
والليديو كاب. شنو هو شلون الليميتيشن او الديسلاش ادفانتج عندهم؟ ما يدعم اللغه العربيه وعاده يكونوا عامه لجميع العلوم، يعني تحصل في الكيمياء في الفضاء في اضافه الى التشفير. ايضا ما في منهج تعليمي او شرح تفصيلي حق عمليه التشفير وفك التشفير. اها نايف تفضل نايف يحاول انه يعلق. تفضل نايف. قبل شوي علق ما سمعتك يا حبيب. جهات جهات او ناس حاولوا يسووا او يحلوا المشكله اللي انت قاعد تحلها، وشنه المساوئ او ذا الشغلات اللي ما تجوزوها بالضبط. هذا الثلاثه مواضع دي هو يعني هذه الجهات وناس حاولوا يحلون المشكله بس ما قدروا. ايه مو ما قدروا بس عندهم بعض المساوئ. يعني ليميتيشن محدوديه او الشغلات المساوئ اللي عندهم. خلي انا اشرحها بطريقه مختلفه نايف. هذيل المنافسين لنا، حلو، احنا موقعنا ليس فريدا من نوعه، انما موجود مسبقا. الفرق بين اللي هو انه موجود مسبقا اللي يعني السابقين لنا مثل هذيل الثلاثه، طبعا هم اكثر من كذي، ولكن احنا اعطينا ابرز ثلاثه حاطهم حبيب الله يعطيه العافيه. زين ذيل المنافسين كانت عندهم شوي بعض الاشياء اللي ربما احنا لاحظناها عليهم، مثلا انهم ما يدعمون اللغه العربيه، ذيل المواقع اجنبيه هذه الثلاثه. زين هذيل الثلاثه، وايضا يا طويل العمر والسلامه ما كلهم يوفرون المنهج، ما فيهم منهج واضح زين حق التشفير، انما هم يتكلمون في علوم اخرى مثل الرياضيات الفيزياء الى اخره، فهم ما مختصين في التشفير ذاته، ولكن عندهم ادوات حق التشفير واضح، فهم عندهم بعض الشفرات وليس كل الشفرات. زيادة على ذلك ما بكل الشفرات يعني يعتمدون يحطون في الموقع، لا هم اهتمامهم اكثر في الرياضيات الفيزياء الكيمياء، فيحطون ادوات حق العلوم الثانية. حلو، انما احنا موقعنا متخصص في التشفير فقط لا اكثر ولا اقل، واضح. وبعض المواقع منهم ما يحطون لنا ويش ما يحطون المنهج، ما في منهج اصلا زين، انما يحطون اداه فقط حق القيصر، اداه حق ار اس اي، اداه بس ادوات فقط لا اكثر ولا اقل. زين النقطه الثالثه يعني حبيب في كل الشفرات احنا موقعنا احنا راح نعمل عليه مستقبلا، هذا الكلام المهم اللي راح نقولها، ان احنا راح نعمل عليه مستقبلا انه يوفر جميع الشفرات، ولكن حاليا لا، احنا قاعدين نبدا ستيب باي ستيب، واضح، احنا نبدا خطوه بخطوه. زين النقطه الثالثه حبيب وش هي؟ اللي هو there are no details of ايوه اللي هو بالضبط احسنت. النقطه الثالثه ان احنا عندنا تميزنا بشيء مش موجود عندهم. شنو هو؟ انك انت اذا شفرت او فكيت التشفير راح يسوي لك تحليل شلون وصلنا حق هذه النتيجه. يعني قبل شوي لو تلاحظ شلون تمت الازاحه، انا كتبت واحد، شلون تمت الازاحه بالضبط، واضح. فاحنا عندنا تحليل حق العمليه، عمليه نفسها يعني لها تحليل، يعني موقعنا يتميز بالتحليل. احسنت، موقعنا يتميز بالتحليل. المواقع الثانيه لا، ما فيه تحليل، هو بيعطيك النتيجه وخلاصنا مع السلامه، عرفت. احنا لا عندنا طبعا الشريحه اللي بعدها التحليل، الشغلات اللي تميزنا فيها احنا. اي الشريحه اللي بعدها على طول شغل. ايوه الشغلات اللي تميزنا هي احنا ويش تميزنا اذا. زين طبعا هني المفروض العكس، احنا ايش اسمه سوينا؟ احنا وفرنا اللغتين العربيه والانجليزيه. زين النقطه الثانيه it will be for اللي هو تفضل حبيب، شنو هذه النقطه الثانيه؟ متخصص في التشفير فقط. ايه احنا تخصصنا فقط في التشفير، عرفت شلون؟ ما تشتتنا، ما حطينا فيزياء، ما حطينا رياضيات، ما حطينا اي شيء، فقط حق التشفير. زين هذه النقطة الثانية. وش النقطة الثانية؟ تخصصنا في will be for encryption. ايوه فقط في التشفير تخصصنا. حلو؟ يعني احنا موقعنا موجه حق التشفير فقط، ما راح يروح حق الرياضيات ولا فيزياء ولا في عمليات
رياضيات ولا تولز حق الرياضيات ولا مثلا اللي قبل شوي مثلا انا اعطيك مثلا هذه ماي ماث تيبلز يعني حق الرياضيات وحق التشفير وحق كل شيء عرفت شلون انما احنا لا احنا متخصصين فقط في التشفير حتى موقعنا اسمه انكربشن كي واضح واضح التشفير فقط التشفير واضح ايضا اني ايوه النقطة الثالثة حبيب ان هي اللي احنا تكلمنا عنها الا وهي ان احنا نوفر تحليل حق الانكربشن وحق الديسكربشن وحق العملية اللي صارت واضح النقطة الاخيرة حبيب النقطة الاخيرة ان احنا منهج تعليمي ايوه ان احنا مستقبلا راح نوفر منهج تعليمي متكامل في الموقع واضح فانت تقدر انك تجي وتتعلم في التشفير وتطلع شهاده حق التشفير يعني مستقبلا نحلم بهذا الشيء يعني مستقبلا وفرنا منهج تعليمي كامل للتشفير احسنت راح نعمل على نحن نوفر طبعا هذه الاشياء كلها نتكلم عنها لكن هل راح تحدث في المستقبل فعلا ما ندري لكن احنا نطمح لهذا واضح حلوين اللي بعدها البلانينج تفضل حبيبي شنو تفاصيل البلانينج الحين تحسن صوتك يا نايف بشكل كبير قبل ما ينسمع بشكل جيد اسلم تفضل يا حبيب هنا البلانينج اللي هو التخطيط حق انشاء الموقع طبعا انشاء موقع يحتاج تخطيط مسبق وتجهيز مراعاة الغرض من الناس المقصودين أو الجمهور اللي أنت تستهدفه وبعدها نحدد الشفرات اللي راح نعمل عليها جميل هذا اللي راح يكون في التخطيط لإنشاء الموقع ومراعاة الجمهور أو الجمهور المستهدف أو الناس المستهدفة من المشروع حلو زين والنقطة الثانية حبيب الثانية التحديد الأولى هو الأولى اللي هي يبقى يتطلب إنشاء موقع تشفير تخطيط وتنفيذ دقيقين الأول مراعاة الجمهور والثاني مراجعة مراعاة الجمهور والثالث تحديد الشفرات جميل راح يقول حق جميل يا شباب الثاني ايش يا اسطنبول مراعاة الجمهور مراعاة يعني مراعاة الغرض من الموقع والجمهور المستهدف الاول واحدة اللي هي الاولى يتطلب انشاء الموقع تشفير تخطيط وتنفيذ دقيقين ثانية الاخبار اللي هو الكرينج سايت ريبورت اللي هو كرافل بلان اند اكستنشن هذه وش معناها يو تخطيط لانشاء الموقع ومراعاة الجمهور صحيح ايه الاولى التخطيط الاولى التخطيط والثانية الثانية مراعاة الجمهور المستهدف مراعاة الجمهور المستهدف حلوين خلاص نعدد النقطة يا شباب الثالثة تحديد الشفرات اللي راح نعمل عليها حلوين الشفرات اللي احنا راح نعمل عليها هني عندنا الاناليسز اللي هو شو اسمه تحليل لك اللي بالعربي التحليل تحديد الامور اللي نحتاجها في الريكويرمنت اللي هي الامور الماديه العتاد الهاردوير اللي يسميها طبعا هنا ما عندنا الا المنصه دي اللي استخدمناها كسيرفر اللي عليها الاستضافه هذا المنصة عليها الاستضافة يا شباب نطلع هذا الفانكشنال ريكوايرمنت زين على نتلفي اللي تكلمنا عن نتلفي نتلفي بلاتفورم ما بدي فل
منصة استضافة للمواقع. منصة وش هذه منصة الاستضافة؟ اي واحدة؟ هذا هي اللي هي موقع كلاود حق استضافة المواقع. ايه اللي هو functional requirements. زين functional موقع ايش؟ موقع حق الاستضافة. استضافة المواقع. زين حين احنا مستضيفين اللي هو موقعنا هذا مستضيفينه وين؟ في نطلفي. هذا ربي اسمع معنا واضح؟ ها يعني احنا الان مستضيفين اللي هو نطلفي. هم مستضيفيننا احنا مستضيفينهم. هم مضيفيننا عندهم. هذا الشكل. ني عندنا الاشياء الفانكشنال او النون فانكشنال ادرا. قبل شوي الحين عبد الله كل دي استخدمناها. ها؟ نعم كل دي استخدمناها؟ لان انا انت قلت لي استخدمنا الجيسون فما حطيت انا الداتابيز ما حطيت ولا واحدة منهم لان قلت انت استخدمنا الجيسون كداتابيز. اي اي بس فقط جيسون. احنا سوينا جيسون نعم. فهني النان فانكشنال ريكوايرمنت احنا انت اللي نبيك تشرح لنا كل اداه. انت اللي نبيك تشرح لنا كل اداه الحين. طيب خلينا الحين نتعلم بعض الاشياء. الله يعينك نتعلم اشياء في البرمجه. ابغيك تركزوني وياي بشكل جيد. عندنا اول شيء تولز يوزد اللي هو الادوات اللي تم استخدامها. بس شوي تسكر ميكروفونك النايف الله يعطيك العافيه. بس ابغيك تسمعني بشكل جيد. دقيقة بكون معك أنا الحين. نشبك السماعة. أسلم. إيه الحين تسمع شيء؟ إيه الحين صراحة. نعم عندنا tools used. زين. فعندنا أول شيء virtual Visual Studio Code. Visual Studio Code هو عبارة عن محرر مشروع يعني شو موجود على الجهاز يعني. هذه في الريال ستيديو كود. زين هذا قاعد نستخدمه حاليا. شنو فيه؟ قاعد نستخدمه في التطوير. واضح محرر نصوص. ربما استخدمته قبل. زين هذا هو هذه الاداه الاولى ملاتنا. الثانيه جيت هاب. الجيت هاب هو عباره عن موقع حق حفظ الكود. زين حيث ان احنا نحفظ الكود بدل ما نحفظه في جهاز يضيع علينا او شيء. نايف ما برح عندك شوي بعد الجهاز للاسف بس توقف شوي الصوت. زين الان الجيت هاب هذا هو موقع عبارة عن موقع حق استضافة الاكواد. واضح نحط الاكواد فيها بحيث انها تحفظ مدى الحياة بدل ما تضيع والاخره. وايضا يمدينا احنا نستخدمها باكثر من جهاز. يعني اقدر اطور بجهازي هذه باللابتوب. اقدر اطور بجهاز حبيب يقدر يدخل وياي حبيب ويطور وياي. عرفت شلون؟ حق فرقة العمل مثلا نستخدم هذا الموقع اللي هو الجيت هاب. واضح يا شباب؟ النقطة الثانية اللي هو النود. النود هو عبارة عن النود جي اس عبارة عن اللي هو بلاتفورم. زين او بلاتفورم اطار عمل زين يستخدمونه في التطوير. عرفتوا شلون؟ كسيرفر يعني يعتبر سيرفر داخلي او سيرفر حتى خارجي. زين هذا هو عبارة على نود جي اس. يعرف اكيد الدكتور. عندنا هنا بروجرامينج لانجوج اللي هو اللغات البرمجة اللي احنا استخدمناها. عندنا لغة البرمجة الاولى اللي استخدمناها طبعا ما تعتبر لغة بس يلا ما عليه اللي هو HTML. وعندنا CSS. زين HTML و CSS اخذناها قبل فانتوا تعرفونها. زين عندنا الجافا سكريبت وعندنا التايب سكريبت. ربما التايب سكريبت هي اللي ما تعرفونها حيل انها هي لغة برمجية جديدة نوعا ما. عندنا هنا اللي هو الفريموركس اطر العمل اللي احنا استخدمناها. استخدمنا اطارين من العمل. اصلا استخدمنا اطار واحد حبيب استخدمنا اطار واحد. النود جي اللي بستخدم واحد اللي ما استخدمنا واحد فقط. اللي ما استخدمناه هو نست. ما في نست عندنا. ما عندنا الا انجولار فقط. زين هذا اللي استخدمناه. الاطر العمل الوحيد اللي استخدمناه هو انجولار. والداتابيسز ما عندنا داتابيسز في الحقيقه. احنا نستخدم جيسون حق حفظ الملفات. شو اسم ذي جيسون؟ هذا هي. نجي هنا عبارة عن ملفات. شنها ملفات نصية. واضح؟ زين قاعد اتعامل اياها انا كديتا. زين شوفوا هنا ديتا. زين اتعامل مع هذه الملفات. واضح؟
أنا قاعد أقرأ ذي الملفات وأعرضها في الموقع، هذه الحقيقة. زين، فهذه الحقيقة وراء الأمور اللي أسويها. شوفوا حتى القوائم هذا هي عبارة عن ملفات جيسون، الريبورتس عبارة عن ملفات جيسون، واضح؟ أيضا اللي هو حتى السوشيال ميديا عبارة عن ملفات جيسون. زين، الورك التيمز اللي هو فرق العمل المساء، شفتوها اللي هو صورنا اللي في الموقع، عبارة عن ملفات جيسون. كل شيء عبارة عن ملفات جيسون، ما في قواعد بيانات، واضح؟ حلو شباب ويايا. وأيضا ملفات اللغة عبارة عن ملفات جيسون هم، لو تلاحظون هني هذا ملف اللغة قاعد أقرأ من ملف شنو؟ جيسون. وضحت القصة شباب؟ واضح يا حبيب؟ واضح يا نايف حمد؟ طيب اي واضح واضح. فهذه هي الاشياء اللي احنا نستخدمها. اتمنى انها وضحت. لو سالنا شيء ابو شيء اسالك يا حمد، تعرف شوي شو ترد على الاقل يعني. زين، فهمت شلون؟ الان خلينا نروح حق الديزاين. تفضل حبيب الديزاين. الديزاين هنا راح في الديزاين راح نرسم لو نقول الواجهه حق الموقع. راح نصممها ونخطط ننسق الالوان ونختار الشكل الاساسي. بعد لو موجوده الصوره اللي مات رمضان ذيك نحطها. والله لو موجوده حلو، بس ما ادري شلون تذكرها اللي رسمتها على السبوره. اي ما ادري والله صورناها ولا ما صورناها. اول تخطيط هذا، اول مخطط سويناه حق بدايه المشروع. اي والله لو موجود عندنا حلو حين نحن نعرضه حقيقه، بس ما اتوقع انها موجوده يعني. ولا ايش رايكم يا شباب؟ ما اتوقع احد صوريه ولا شيء. ما اتذكر في شيء. لا انت صورتها اتذكر، حطيناها في خطه العمل كانت موجوده. الملف اللي سويناه على الملف الاولي موجود اسمه الاولي. الملف الاولي موجود في الموقع، بس ما ادري موجود في موقع اللي هو محاضرات الكليه التقنيه بالاحصاء هني، بس ما ادري اذا انا حطيته ولا لا. اتذكر حقيقه، بس حلو لو نحطه بيكون شيء جميل حقيقة، لأن يعني نعتز بشكلنا الأولي يعني. وحتى نحطه في التقرير، بس التقرير خلاص سلمناه بعد، بس على الأقل يكون موجود في ذي، فكويس حقيقة. خليني أشوف. أنا أشوف هذا هي خطة متطلبات العمل. نسوينا حتى التقرير في البداية لو تتذكرون في ذي، بس فضلنا كانفا بشكل أكبر حقيقة، صح؟ تقريبا كان أفضل كانفا في قضية التنسيقات. إيه مفرق العمل وكل شيء حقيقة في كانفا. زين، هذا تخطيط الموقع، بس ما أدري صورة شلون سويناها ذي، ما أدري. خلينا نشوف الحين يمكن تفتح. إي والله هذا هي. زين، ممكن نحن ناخذها ذي ونحطها في البرزنتيشن، ولو ان الخطه قريبه شوي. اي لا تنفع تنفع تنفع، جميله هي. اي جيب لنا ذكرى جميله حقيقه. قصها ورتبها. اي بنحاول نحن نحطها هل يجي ولا ما يجي؟ لا عايز نقصها. لا جميل جات. زين، فممكن نقول ان احنا سوينا هذه الخطة كبداية على السبورة يعني، اتناقشنا عنها هذا كان اول ما صار التوزيع المجموعات. ايوه بالضبط. طيب ما ننسقها ولا بننسقها عادي؟ لا خلي بعد شوي ننسقها على الروحة، انا ننسقها احاول فيهم. زين، فهذا اول خطة لنا حق العمل. ممكن هذا اول تصميم. هذا اول تصميم. اول بداية التصميم ذي يسمونه التصميم السلكي هذه. فممكن تقولون التصميم السلكي اللي احنا سويناه في البداية يعني كان تصميم جدا بسيط. شوفوا روعة الموقع وشوفوا كلون التخطيط يعني. هل نسميها خطة عمل ذي ولا تصميم؟ مو بخطة عمل ذي بداية ال يسمونها التخطيط السلكي هذه، يعني في اليو اكس يسمونها التخطيط السلكي. هذا مسموه يعني مسموه العلمي هو التخطيط السلكي.
عرفت شلون؟ فالحمد لله ان احنا حفظناه، فجميل حقيقة انه هو ينعرض في القعد. زين، في شيء ثاني حفظناه هنا، يعني احنا حفظنا بعض الاشياء هنا جميلة حقيقة. هذا التقرير ما بدأناه اصلا، التقرير غيرنا الخطة 180 درجة يعني بعدين، وصارت بالشيء اللي احنا نطمح له يعني حقيقة. الحمد لله يعني المشروع انا اشوفه مبهر، حتى لو اعطونا صفر انا بالنسبة لي مبهر يعني المشروع. ولا ايش رايكم انتوا يا شباب؟ عرفت شلون؟ فبهالشكل عموما ما سوينا شيء في التقرير هذه، بس كويس ان احنا حفظنا هالصورة. اذا انتوا عندكم بعد صور صورناها ولا شيء ممكن نضيفها بكرة. طيب حبيب نروح حق اللي بعدها، لبلمن تينجز. انتهينا يعني بدينا التنفيذ، تنفيذ الاكوار، تنفيذ الالوان، الخطوط، تنسيق الخطوط كلها في الالمنتيج. اضافه الاكوار، اضافه الاكوار حقت الشفرات، كل الامور اي بالضبط بالضبط صحيح. هني تيستينج، التستنج شنو الخطوات اللي سويناها؟ مثلا نقول ما حق والله نسوي تستنج، يعني ما كان الديزاين ولا الامبلمنتيشن ما كانوا ودي احطهم، بس يوم قالوا يا ابو 20 صفحه حطيتهم قلت يعني يلا ما في مشكله، ما عندك اي مشكله. طيب يا شباب هذه هي الاجراءات اللي المفروض تسويها على اساس تتاكد ان اي يخدم كذا جربه على كذا متصفح، متصفحات متنوعه. ايوه بالضبط، توافق مع كذا يعني مثلا مع جوجل، مع الادج مال شو اسمه، اي مال ايضا قياس سرعه استجابه الموقع. صحيح اي صحيح. طبعا يقول فيه ادوات متنوعه من القياسات، فيه شغلات يدويه تسويها، وفي اختبارات اليه تعمل على اساس تختبر الموقع. صحيح فعلا، فهذا التخطيط اللي كان عندنا وسويناه. واضح يا شباب؟ جميل جدا. الان خلينا نروح حق اخر شيء، وهذا مهم ايضا. طبعا في اخر شيء الخلاصه بس ما عليه، هذا يعني قبل اخر شيء نقدر نقول. تفضل حبيب اللي هو بالنسبه حق المنتنس، اي حاجه ما تم الانتهاء منها اضفناها للمنتنس، وان شاء الله نعمل على تطويرها او تحسينها. ثانيا راح نكون على اتصال مع الموقع، اي حاجه تتعطل، اي حاجه يغونه، اي مشكله راح نعمل لها صيانه ونحسنها. ايوه بالضبط، يعني هذه المعلومات اللي انا ابغيكم تقولونها لو كيف 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 يا حبيب. اول واحده اي حاجه ما خلصنا منها راح تكون في المنتنس، وان شاء الله راح نعمل على تطويرها وتحسينها. ثاني شغله راح نكون على اتصال مع الموقع ومتابعه دائمه، اي حاجه فيها عطل، فيه لينك ما يعمل، اي نعمل لها صيانه ونحسنها. صحيح. انت لو الترجم ده تقريبا نفس الكلام راح يطلع لك بالضبط. ايضا هنا انا مسوي لكم شيء مساعده في الموقع نفسه. زين، لو جينا على الموقع نفسه، اذا ضغطت على الاشياء اللي ما في فيها صيانه مباشره بتطلع صيانه، يعني مثلا العمليات المحفوظه على طول طلع لك هذه الاداه تحت الصيانه. زين، تضغط على السجل مثلا، هذه الاداه تحت الصيانه، الاي اس مثلا تحت الصيانه، وهكذا. حلو، فالاشياء اللي تحت الصيانه انا موضحها بحيث انكم تفهمون هذه القصه. واضح شباب؟ هل هناك أسئلة حمد نايف ولا كل شيء واضح تقريبا؟ أو بقى الخلاصة صح حبيب؟ الأخير عبد الله يعطيكم العافية. كل فلوج عبد الله يعني أشوف فيها خطأ بس. بس إحنا نبقى نشوف آخر شيء. زين، هذه بعد أيضا مهمة اللي هو الكونكلوجن الخلاصة. لا نخليها اذا مدام في فيموس نخليها سايفر، مو فيموس ابلايد كريبتوغرافي. وين هي؟ اتوقع كذا يكون افضل. وين اي واحد المقاعد؟ بعد فيموس السطر الثاني. السطر الثاني. السطر الثاني. هي اخر شيء مكتوب فيموس ابلايد، كانها احس انها مو مضبوطه.
مادون فيمس المشهور، نقول الشفرات المشهورة مو بالتشفير. أغير شنو؟ أتوقع سايفر. سايفر ثنتين همس هي وكريبتوغرافي، نخليها سايفر أفضل. شوف لو حطيناها سايفر تكون مضبوطة. حبيب ايوه، هو قال لوحة شريحه العرض ب 40 20 شريحه صح؟ هذا اللي سالها هشام ما مسوي، ما ادري من اللي سالها وقال له 20، وانا مخليهم خليت 16 يمكن مسوي، بس لما زودتهم الى 20. اي تمام افطار حبيبي خلاص زيدهم، عرفت؟ اللي كانوا 16 يعني، كانوا 16 بس حبيب اضطر انه يزيدهم بسبب ان الشباب سألوا فحدد. بالعكس انا على اساس يكون والله اتوقع ربع ساعه، اتوقع يعني ان شاء الله تكون كافيه ان نتكلم. اللهم امين. نين اطمع ان تكون منصتنا اهم شيء بكره احنا اول مجموعه، لا تنسوا هالشغله. يعني لازم كم ساعه راح تكون؟ كم ساعه راح تكون؟ يعني 4 أو 10 ربع ما هو عندنا اول شيء تشفير، بكره عندنا ويغسل الشبكات اللاسلكيه يعني. لا بكره اول شيء مشروع تخرج صحيح. الساعه 4 لازم نكون موجودين، وهو ناوي يبدا بالمشروع التخرج قبل لانه معتبره يعني اثقل من اللاسلكيه. نعم نعم، بس مثل ما قال حبيبي 10 دقائق تقريبا او ربع ساعه وكل واحد خلاص انتهى الموضوع. بس نص ساعه تقريبا كل مجموعه. زين، يقول لك اننا نطمح لان تكون منصتنا اداه اساسيه في العالم الرقمي الحديث، حيث ستساعد في تعليم المجتمع كيفيه العمل على اشهر الشفرات وحمايه البيانات والمعلومات الحساسه والحفاظ على خصوصيه المستخدم والحماية من القرصنة والاختراقات الإلكترونية. جميل الحجم، جميل، ما في أخطاء. حلو تمام. الآن خلاص انتهينا شباب، شوفوا لكم الصفحات اللي راح تتكلمون عنها حمد نايف. هذه الجلسة مسجلة حبيبي، الجلسة مسجلة ممكن تعيدون مشاهدات عدة مرات تفهمون شو القصة تماما، تاخذون الصفحات اللي تتكلمون عنها ويكون بيننا بين بعض اتفاق وين راح تتكلم يا حمد نايف حبيب كلكم تفضل. انا الموقع بتكلم عن الموقع عشان نول المصطفى احنا درجاتنا ناخذ اللي هو البوربين. اي اي بالضبط، يكون في البدايه نايف عشان الوقت يكون قليل لنا، بعدين نتكلم الحبيب وكل عرفت. خلاص هي اختاروا الصفحات الاولى اذا انتم تتكلموا في البدايه. اي انا باخذ الصفحه الاولى. شوف نايف ايش باخذ. جميل، انا عادي ما عندي اي مشكله، ما ادري يكون بعد حبيب عشان حبيب يطول ويكون نايف الاخير. اي شوف طبعا نتفاوت صفحة الأولى مثلاً، صفحة ثانية، صفحة ثالثة يبدأ هي شخص ثاني، صفحة ثالثة يبدأ هي شخص. أنا بالنسبة لي أشيد حق نايف في آخر مرة يعني لما كنا في مع عبد العزيز العثمان. حلو يعني نايف كان كنت أنا أتحكي وهو الداخل ياي، هذا شيء ممتاز ترى، هذا شيء صحي. إذا سوينا ذي الطريقة راح تكون الطريقة ذي ممتازة وممكن تعطيني درجات عدلة. ما هي إشكالية لو تداخل معي. أيوة أحسنت أحسنت بهالشكل. أو أنا أتداخل معه. أيوة أيوة بالضبط. حبيب ولا أتداخل معه. بالضبط. حبيب. زين، بحيث إنه خلاص التداخل هذه يعني يقول إنك أنت فاهم خلاص، معناته نايف. أنت حمد حاول إنك تسوي نفس طريقة نايف. انك تتداخل يوم انا قاعد اشرح انت تقول شيء ثاني، عرفت؟ وهكذا بحيث انه خلاص يقول محمد نايف حمد فاهم هذه. زين وبهالشكل، فمهم جدا انك تكون عندك الطريقة حمد عشان انه يقول ان حمد والله فاهم، ما بصاير منعزل عن المجموعة، لا هو يا المجموعة وفاهم ايش قاعد يسوون. تمام تمام اوكي فبهالشكل. وضحت الشباب.
أتمنى أنكم تراجعون اللي هو المقطع هذا عدة مرات بحيث أنكم خلاص تكونون جاهزين حق العرض بإذن الله. أوكي شباب، يلا يعطيكم الصحة والعافية. إذا عندكم أسئلة قبل ننهي الجلسة، عندكم أي أسئلة أو شيء؟ السلام عليكم. الله يعطيكم. طب ننتقل ليه العزاس ننهي مشروع اللاسلكية؟ هذا شوف الوقت وصلي وعلمني الوقت اللي أساس ما التقرير تقريبا شبه إنه جاهز الحين، بس يبقى الباب إيه؟ وكل واحد يختار له شفرة. جميل. الصور بسيطة عندي أنا، أضيف الصور كصور للاي بي للبروتوكولات، انا اضيفها ادور في المواقع واضيفها وانسقها. حلو نفس ما اضفتهم في البدايه. حلو بس يحتاج لنا اللي هو هل حط هو نوع الخط؟ ايه تايمز شنو؟ هذا الخط الافتراضي تايمز روما. إيه؟ هو ما تكلم بس نبي احنا نطبق اللي مال مشروع التخرج نفس ال ايه نفسه بالضبط نفس الشروط اللي اخذناها هناك نبي نطبقها هنا بالضبط. ايه خلاص سواء كان يبيها او ما يبيها احنا طبقنا نفس الخطه تماما نسويها باذن الله ان شاء الله. يعطيكم الصحة والعافية. أوكي يعطيكم العافية. حياك الله. أمان الله. يا مرحبا حياكم الله.